كتخرج ما عرفت فين يا ربي تلفت لي كي يقول الودايه فوالا باب الحد باب الحد كتدخل باب الحد مثلا وكتخرج بالجهه ديال الودايه والجهه الاخرى اللي كتدي للبرلمان والاداره ما نخطفش ما نصبح موسى يا درجه درجه لا بغيت تربحها عندك غير الطيب تقبض غير الريح تندم ندمة وتخسر في الافير شدة السلام عليكم يا اخوان ديالنا كركو دايرين نهاركم بروك نهاركم بروك يا اخوان ديالي يدخل عليكم الصحة والخير والبركة فوالا هادشي اللي نتمنى لكم الصحة اخوان ديالي دايما نتمنى لكم الصحة بربي تاع كاع اللي في ما نشوفكم نتمنى لكم الصحة الصحة هي كلشي راس المال يا اخوان ديالي الصحة هي راس المال فوالا هاد النهار غادي نديرو واحد الكفر غادي نديرو الكفر وانا عزيز عليا الناس اللي تحداو دوك اللي كيديروا الكفر الاغلبيه اللي كيديروا الكفر هو كياخذ واحد الاغنيه من عند شي مغني اصل كياخذ الاصليه وكيعاود لها هو بالطريقه ديالو بالصوت ديالو باللحن ديالو ولكن خصها تكون في مستوى خصها تكون ما نهضروش عليها ما يديرش الفرايش ما يديرش التبهدايل وغالا خصنا نكونوا كما يقولوا قد بيها وغالا اليوم ان شاء الله غادي نديروا مهدي فضيلي هذا واحد الجون هذا دار كفر على بلال درجه درجه فوالا وغادي نشوفوا حاليا توت سويت ان شاء الله من بعد هذا الانترو ولكن اخوان ديالي ما تنساو ليش اخوان ديالي واحد الجرس واحد الابوني تكليكيو عليها ديروا لها غير هكذا غير تقيسوها ديروا لها غير هكذا مام با دو سكوند الاخوان ديالي مام با دو سكوند اويلي شدوا الكلافي يضربوا دك دقوها يا اخوان ديولي غير غمض عينك وطيحها طق 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 يا اخوان ديولي ما رطاش عليكم مور هذا الانترو في اطار الضحك والنشاط وهذا طلب الاخوان ديولي وليس امر هذا إليكم من جديد عادل بن دحو في قناة عادل بن دحو بالصحة والراحة الإخوان ديالي قهوة كافي كريم ولا كافي كريم هذا إخوان ديالي عزيز عليا كافي كريم والله تاع عزيز عليا بالحلو فين ما نمشي نشربها فين ما نمشي صباح وشي عندي ثلاثة أو موا ثلاثة مينيموم ثلاثة كافي كريم مين كافي كريم كنقول كافي كريم بالصحة الإخوان ديالي بالصحة اللي راه يشرب اتاي اللي راه يشرب اللبن اللي راه يشرب الحليب اللي ما راهش يشرب ان شاء الله غادي يشرب مهم ما نجلسوش بلاش اتاكيو بعد هاد لان ويلي 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 اوي الركال كاس الراوي اويلي 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 ويلي عليك الاخوان ديالي نبداو على بركه الله مستعدين بلاي درجه ايوا درجة درجة ولا بغيت تربحها عندك غير تطيح تقضب غير الريح تندم لدمة وتخسر قال تقضب تقبض تقضب تقضب وقال تقضب يمكن على الله علي مش يكون غلط المهم كيقول تقبض هو يقول لها تقضب نعودوا لها يا اخوان داولي نعودوا لها بالأول لأن شت هاد الزنق هادو بحال اللي تقول انت فوالا مانيش عارف بالضبط يعني هادو الرباط هادو الرباط الفاس من المدن العريقة والعتيقة يعني كل كيقولوا البازار شي كيكون غير فاس الرباط يا درجة درجة ولا بغيت تربحها عندك غير الطيح تقضب غير الريح تقضب. تندم ندمة وتخسر في لافير شدة في الله العاطي ربي حتى الصويرة في هذوك في الحيوط كنت مشيت واحد المرة الصويرة وتمشيت في القلعة ايوا وكتدخل لك الازقه ديالها وكيكونوا يعني اللي حاطين هذوك لي طابي البلديين يعني التقليديين فوالا العيد ماشي ملي حلي داروي الرباط فوالا هذه الرباط 100% الرباط لان السقف انا كنعرفو بالضبط الاخوان ديالي السقف باللوح على يعني السمش ما كانوش واحد الوقيته ما كانوش مي داروهم كتمشي ل كتخرج ما عرفت فين يا ربي تلفت لي كي يقول الودايه فوالا باب الحد باب الحد كتدخل باب الحد مثلا وكتخرج بالجهه ديال الودايه والجهه الاخرى اللي كتدي للبرلمان
والإدارة. ما نخطف شي ما نصبح موسى يا درجة درجة لبغي تربحها عندك غير الطيح تقبض غير الريح عندما ندمع وتخسر في الأفير شدة في الله العاطي ربية لعيب ماشي مليح حلي درويح ما نخطف شي ما نصبح موسى. اخوان سمحوا لي بالصحة إلا راكو تاكلوا تشربوا حتى نتوما راكو راه مريح بالقهوة وتشربوا سمحوا لي. النغمة والموسيقى والصوت الصوت خشين ولكن قوي الصوت قوي الصوت عالي شوي عالي مجهد ما نتكلمش على العرب ها نتكلم الصوت ديالو والموسيقى كذلك الموسيقى التوزيع ديالها إعادة التوزيع لأن دار لها الريميكس يعني ولا الكافر هذا لها إعادة التوزيع لأن درجة ديال بلال راه ماشي هي 100% هكذا تقريبا نفس الكلمات ما نهضروش عليها نفس اللحن مي شوية إعادة التوزيع يعني دخل عليها شي آلات موسيقية ولكن غنشرب عليها أخوانا عجبني الدخلة ما نهضروش عليها. ويلي على زعف العرب وتخسر في الأفير شدة في الله العاطي ربية لعيب ماشي مليح حلي درويح ما نخطف شي ما نصبح موسى لا 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 يا عيطة عيطة رجال ندموا حسبوها دايما وين راكي يا ما مرت أصحاب والكذب داير ظلم من هكو هكو جاوز دموا ولا وش وكرا شركة قادرة الدنيا غرارة وزلطي هبل عيطة عيطة رجال ندموا عيطة عيطة جاوز العرب عرب في المستوى ماشي في المستوى يعني جن مازال المسيره ديالو طويله. انا كنعرف بزاف المغنيين اللي ولاو مشهورين بداو لي كافر يعني ما داروش شي فورماسيون اكاديميك داروش شي تكوين مهني من ناحيه ديال الموسيقى عندهم الموهبه وعندهم الصوت وكانوا يبداو بلي كافر. شنو هو دوك لي كافر مغني مي كيكوماسي بلي كافر ما كيتحكمش في الصوت ديالو هو كيكون عنده الخامه الماده الاوليه كتكون عنده ولكن راه خصها تمارين يعني التمرين يعني خصو يتمرن على الصوت فوقاش يطلع فوقاش يهود فوقاش يهبط مثلا على حسب الايقاع وكيوليو دي ستار كيبداو بلي كافر. انا كنعرفهم رجاء بالمليح بالمير رجاء بالمير ولا بحال هكذا كانت بدات بلي كافر كانت تغني غير ديال سعد المجرد كانت تغني ديال سعد المجرد كان الصوت ديالها راكو عارفه من صوت الكافر ماشي شي مهم كيبان على واحد الانسان راه عنده صوت ولكن من دابا حاليا راه الصوت ديالهم يعني تطور ايفوليا مع المده ايفوليا وخذوا دروس هكذا وكذلك هذا الجون هذا حتى هو البدايه ديالو موفقه ما نهضرش عليها ومازال مسيره طويله ان شاء الله. دايما وين راك يا ما الوقت صعب والكذا يضل من هك وهك جاوز ضنو ولا وش واكرا شريكة قادرة دنيا غرارة وصلتي هبل شركة قادرة السي المهدي راه قادر ويلي الفيديو قادر يا ابن امي قادر فوالا شركة قادرة جايبة راسها شي شركة واعرة مثلا جايبة كيما نقولوا والكليب في المستوى الكليب يعني بمسائل بسيطة يعني كاميرا بسيطة انا يعني كاميرا يعني بروفيسيونيل ماشي شي ديال لي كليب يعني الكليب اللي معروفين انترناسيونال ولا ديال لي فيلم قريب مثلا راه ما نضلش راه يصور باغي ربما راه يصور غير بالكاميرا مثلا ديال كانون ولا كيقولوا بلاك ماجيك ولا يعني بزاف كاين سوني كذلك سوني حاليا راه دايره هي اللي محتله الصداره في الالات التصوير
وانا كنظن فوالا هذاك هذا الشيء باش راه يصور لان الكولور ديال سوني 100% راه يصور بسوني لان سوني عندها واحد واحد لو بيك ديال الصوره ديال تصحيح الالوان واعر مجهد. انا مثلا عندي انا عندي لاباراي نيكون عندي نيكون 6500 يمكن دي 6500 و4K كتصور حتى بال4K. درجة الا بغيت تربح وراني نصح انا نقولها درجة الا بغيت لان الكافر المغنيين كيبداو بلي كافر درجة بجوج حتى كيوليو مشهورين صافي كيكونوا تمرنوا الصوت ديالهم الحلق ديالهم كيكون تمرن. فوالا اسيدي طلع لي فروحك بصحة بالمهدي ديسك روعة ديسك صراحة التوزيع ديالو الموسيقى الصوت كذلك يعني وتصوير كليب عادي بسيط تصحيح الالوان ديالو ما نهضروش عليها لي بلون خذاهم في لي بلون مثلا سيغي ديال لونسومبل عاود ما نهضروش عليها يعني كما نقولوا كومبلي كليب كومبلي فوالا فيه جميع لي كريتير كما نقولوا فوالا ايوا حتى العنوان عجبني درجة فوالا العنوان داروه ما نهضروش عليه العنوان توب. فوالا اخوان داولين خليكم مع هذا الشاب هذا المهدي فضيلي درجة ديال الشاب بلال وكنوجه تحيه للشاب بلال اخوان ديالي الشاب بلال ومن لا يعرفه الكلاشور لا ما كان غير كلاش ما كيكلاشيش الاعداء ديالو هو اصلا ما عندوش الاعداء وما عندوش ليه هو الرؤيه ديالو ديال المجتمع كيفاش كيشوفها اننا نتكلم على بلال الرؤيه ديال المجتمع كيفاش كيشوفها وكيفاش المجتمع كيفاش كيعيش الدقطاع والتحنزيز وهضر فيا وخطك بعباد الله وروح وتبع طريقك وما تديهاش ونسعى لك بنادم الكلمات ديال بلال هذو هما فوالا وعنده الصح يعني انا كيعجبني بلال باش معروف انه كيتريتي المعضلات ديال المجتمع اللي كنعيشوه. فوالا هذه تحيه للشاب بلال معروف الجزائري وتحيه للناس ديال الجزائر كذلك فين ما راهم والمغاربه بطبيعه الحال المغرب ديالنا والمغرب العربي كافه. اهلا سيدي السلام عليكم وتحيه طيبه من عادل دحو بالعاد من عادل بن دحو تحياتي الاخوان ديالي.